عندك حاجه مختلفه؟ انا الحاجه اللي جلبت انتباهي في برنامج الورشه هذه هو التوثيق. عاوزين حاجه تبقى مستدامه انها توثق بحيث ان بعد كده الناس تقدر المهتمين الممارسين يلاقوا المعلومه. هل هنالك حياه اخرى للعرض بشكل مختلف؟ يعني ده الشارع انا جيت عملت عرض خلاص مشيت العرض مشي. هل العرض ده سيظل باقي وماثل في ذاكره الجمهور وذاكره ان في تعدديه كبيره جدا 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 ما بيننا احنا كمجموعه، وقد ايه احنا المفروض نحتفي او بنحاول نحتفي بالتعدديه دي ونحترم رغبات المختلفه عن بعض. يعني مرحله الاولى هي متعلقه بالاختيار للفضاء، يعني كيف نختار الفضاء. ضوء على القضية عشان نحاول نلاقي حلول للمشاكل. حلقة البلاد وهي اسمها هي اسمها دي هي بس معروفة كان يعني تسمع العربية.